اخذنا بيك عشان تعدي. احنا اهل سينا بنبني فيها للنهار. احنا سد اللي ناضل اهل سينا بألف راجل، واللي قرب منها تتقلب له الارض نار. سينا في الدم وعايشة فينا، وبنبنيها بايدينا، هتشوف وهتبقى فين سينا. لو مهما بقلب سينا مين ينسى الروح يا سينا، ظهر حماية نهاية سرمان يا ضد الإرهاب. ناس تحمي وناس تبنيها، عارفين لا نعمر فيها، لأجل روحنا وغيرنا بندي خيرنا بدون حساب. صباح الخير، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. التغطيه ما زالت مستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز. هذه الساعه سنخصصها للحديث حول جهود الدوله في تنميه سيناء. معي انا رغدة بكر، اهلا بحضراتكم. ان سيناء امانه غاليه في اعناقنا جميعا نحن المصريين. استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة. وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا. ودائماً وأبداً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. من جديد أهلاً بحضراتكم. أطلقت الدولة خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء عام 2023 إلى 2030، واللي يعني بتتضمن إنشاء مدن جديدة في المحافظة، أيضا تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة. هذه الخطة يعني كان فيها استثمارات لأكثر من 280 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا تنمويا، منها 726 مشروع تم تنفيذه بالفعل في مختلف القطاعات لتحسين
مستوى المعيشة لتأسيس مجتمعات زراعية عمرانية صناعية وسياحية جديدة، كل ده إلى جانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بكل تأكيد. عملية التنمية في سيناء كمان شملت إنشاء المدن الجديدة، تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة لمد جسور التنمية من خلال أو عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات المحروسة، تطوير كمان البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء. كل ده بيجذب استثمارات من خلال الاستفادة من المقومات الطبيعية. كمان فكرة تحقيق التنمية السياحية دي نقطة مهمة جدا من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية العظيمة لهذه المنطقة. مشاهدينا الكرام، ننوه عناية حضراتكم بهذا الخبر العاجل. توجهت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة لجموع العمال بمناسبة عيد العمال، وعلى صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي توجهت السيدة انتصار السيسي بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر الجهد والعزم لبناء كل شبر في الوطن، قائلة: شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. بالعودة مشاهدينا الكرام لجهود الدولة في تنمية سيناء، نتابع المزيد عنها في التقرير التالي. مشروعات تنموية عملاقة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية بشمال سيناء، في مقدمتها مشروعات صناعية وزراعية، فضلا عن إنشاء تجمعات سكنية حضرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أرض الفيروز. فمن منطلق الإيمان بأن تحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء لن يكون إلا من خلال التنمية والتعمير في كافة أرجاء أرض الفيروز، أطلقت الدولة خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء 2023-2030. خطة تنمية شمال سيناء تتضمن إنشاء مدن جديدة بالمحافظة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة صناعية وتجارية وزراعية، وتضمنت استثمار أكثر من 280 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا تنمويا، منها 726 مشروعا تم تنفيذها بالفعل بمختلف القطاعات لتحسين مستوى المعيشة والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، بجانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. وتأتي الزراعة من أهم ملفات التنمية بشمال سيناء، إذ تم وجار تنفيذ أكثر من 180 مشروعا باستثمارات تبلغ 123 مليار جنيه، منها 165 مشروعا منتهيا، يتضمن على سبيل المثال محطات معالجة المياه، بحر البقر والمحسمة، وزمام زراعية تبلغ 90 ألف فدان جار تنفيذها ضمن مآخذ ترعة الشيخ جابر، كما أنه مخطط زراعة 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، بجانب إنشاء منطقة زراعية تنموية متكاملة برفح والشيخ زويد على مساحة 109 آلاف فدان. ويعد العمران من أهم مستهدفات التنمية في شمال سيناء، التي تستهدف إنشاء 82,600 وحدة سكنية، منها 47,600 وحدة مقامة بالعريش
العريش وبئر العبد ونخل والحسنة لتضم المحافظة 11 تجمعاً تنموياً حضرياً يستوعب الزيادة السكانية على أن يصل إلى 21 تجمعاً تنموياً بحلول عام 2030، بهم مدارس ومستشفيات وأسواق وغيرها من المجمعات الخدمية لأهالي سيناء. الخطة الاستراتيجية لتطوير شمال سيناء تضمنت كذلك النهوض بالصناعة عبر استثمار نحو 45 مليار جنيه لإنشاء نحو 30 مشروعاً صناعياً ضخمة، ولعل أبرز تلك المشروعات المنفذة هو مجمع إنتاج الرخام بالجفرجة وتطوير مصنع العريش للأسمنت، على أن يتم إنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل ومجمعين صناعيين في رفح والحسنة سنة بجانب مصنع للصودا آش وعشرة مصانع للرمال السوداء بحلول عام 2030. رؤية مستقبلية لتنمية شمال سيناء وضعت معايير جادة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بالمنطقة من خلال العمل على توفير ربط بري ودولي للمحافظة مع إنشاء مناطق لوجستية وتوفير مصادر الطاقة والمرافق والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات. فتم وضع خطط تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري والأنفاق والموانئ والمطارات بجانب تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لشمال سيناء بإنشاء ممر لوجستي لنقل البضائع وهو خط سكة حديد العريش طابة. يأتي ذلك مع تأمين واستقرار مصادر الطاقة التي تتضمن أكثر من 330 مشروعا كهربائيا ونحو 40 مشروعا يؤمن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير حوافز جذب استثمارية من خلال تنفيذ تسهيلات ائتمانية للمشروعات ومنح قروض ميسرة مع خفض رسوم الترخيص والتشغيل وتوفير القوى العاملة اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات الاستثمارية التنموية. جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. للمزيد ينضم إلينا هاتفين الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. تحياتي دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. التحدي الأكبر دكتور كان بعد 2013، يعني دولة بلا مؤسسات أو كانت بلا برلمان بلا دستور من وقت 2014، يعني منذ تولي الرئيس السيسي للحكم بدأ إعادة تدشين وبناء لكل هذه الأمور، تكاتف جيش مع شرطة. وإحنا هنا لو هنخصص الأمر بشكل أكثر خصوصية للحديث عن رؤية مصر لما حدث في سيناء من وقت 2014 حتى 2024، حضرتك بتشوف إيه أهم مشروع يعني تم تطويره أو تم تدشينه والبناء عليه على المستوى الاقتصادي في سيناء دكتور؟ يا مرحبا بحضرتك والساده المشاهدين. طبعا احنا بنقول سيناء زي ما حضرتك تفضلتي كانت مهمله لعقود من الزمن، وكانت سيناء بما تمتلكه من مقدرات وما تمتلكه من موارد طبيعيه وموارد قادره الى تحويل الاقتصاد المصري لمنطقه ثانيه مختلفه بالمره، لكن كانت الظروف كثيره من الاهمال الى غياب السيطره الامنيه الى تغلغل ايادي الشرب فيها لعدم السيطره على كافه مفاصيلها، تغيبت عنها التنميه. هي من منذ بداية تولي سيادة الرئيس لمقاليد الحكم كانت ليه نظرة مختلفة، وهي عبور جديد يماثل أو يضاهي عبور قناة السويس في 73، وهو عبور التنمية، وده كان ليه خطوات لابد من حدوثها مسبقا لتكون هي الأساس التي تبني عليه الدولة المصرية خطوات التنمية. كان أولى هذه الخطوات وهو الأساس هو فرض السيطرة الأمنية، واللي دم بدماء المصريين وتضافر كافة الجهود من القوات المسلحة والشرطة والشرفاء من أهالي سيناء، وقدرت الدولة المصرية تفرض سيطرتها الأمنية على كافة ربوع سيناء، ومن بعدها ابتدت أو بالتوازي مع هذه الجهود ابتدت انتقال التنمية مرة أخرى، شفناها في شكل عبور لمياه النيل يضاهي عبور 73، شفناها انتقال التنمية لتصل إلى التنمية الزراعية اللي تنتقل سيناء من الصحراء شديدة الوعورة إلى سيناء الزراعية اللي تضاف كل يوم أراضي ومساحات زراعية جديدة ليها، شفناها في شكل انتقال لصناعات وإقامة مشروعات صناعية وإقامة مناطق صناعية للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في سيناء في وسط سيناء، شفناها في فرد وبسط الشرايين التنمية في شكل طرق، ويمكن تخطت
7000 كيلو متر النهارده، بالاضافه طبعا الى باص السلك الحديديه، يمكن من اهم هذه المشاريع مشروع طابة العريش اللي بيمر بوسط سيناء في منطقة الجفجافة، المنطقة الخاصة بصناعة الرخام والأسمنت. فكل هذه الأمور طبعا بالإضافة إلى تنمية ما هو موجود بالفعل من مشاريع سياحية واستثمارات في المرصافات النفطية في منطقة أبو زنيمة، والاستغلال من الموارد اللي كانت بتستغل بالفعل. لكن كل النهاردة اللي احنا بنشوفه هو تنمية حقيقية لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تمتلكها سيناء، والاعتقد النهاردة بهذه الجهود. دكتور يا أستاذ حضرتك تبقى معنا وسأعود إليك يعني بعد قليل. عودة لحضراتكم مشاهدينا الكرام. إذن بتواصل الدولة جهودها الكبيرة منذ 10 سنوات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وذلك بالتأكيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. نتابع المزيد سويا بتقنية الواقع المعزز والزميل هشام عبد التواب. جهود حثيثة تبذلها الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن من أجل تحقيق تنمية فارقة في سيناء. معركة التنمية في أرض الفيروز حملت الدولة على عاتقها أن تمثل عبوراً جديداً يتضمن كل مناحي الحياة. وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط
أكثر من 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73 مليار و300 مليون جنيه عام 2022-2023، مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وعملت الدولة على تحقيق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا عبر مجموعة من المحاور تمثل شرايين للتنمية، فضلاً عن الربط البري عبر إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، بجانب 7 كباري عائمة ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء والتي تتجاوز 3000 كيلومتر. جهود التنمية تضمنت كذلك ربط سيناء مع العالم من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، بجانب تطوير المطارات وإقامة عدد من المطارات الجديدة منها مطار البردويل الدولي، بينما سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة، وبهدف تهيئة سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة. شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه. أسهمت تلك المشاريع في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء من 84% في عام 2014 إلى 98% حاليا. كما تضم سيناء أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم عبر تنفيذ 12 محطة تحلية سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم، فضلاً عن تنفيذ 25 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي. وفي قطاع الكهرباء استطاعت الدولة إضافة نحو 420 ميجا وات للقدرات الكهربائية في سيناء، بجانب أعمال التطوير لكل الشبكات والمحولات الموجودة، أبرزها مشروع محطات كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد الذي بلغت تكلفة وحده 290 مليون دولار، حيث أصبح هناك اطمئنان لاستقرار الشبكة والتيار الكهربائي كأحد أهم المقومات للتنمية للمشروعات في سيناء. اهتمت الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، حيث أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء يخدم الطبيعة الثقافية هناك، وتضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات. ولعل مدينتي رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة تعكسان حجم الإنجاز المتحقق في ذلك القطاع، ولأن الإنسان هو الهدف والغاية في جهود التنمية التي تقودها الدولة، جاء الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات التنمية في سيناء، حيث تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب. كما حظيت سيناء بعدد كبير من المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة، مثل المدارس المصرية اليابانية وكذا مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية. وفي الإطار نفسه شهد التعليم الجامعي طفرة كبيرة، حيث أضافت الدولة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية و5 جامعات أهلية، وتعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضا، حيث تخلق نطاقا تنمويا واسعا. وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، أنشأت الدولة وطورت 50 مستشفى ومركزا صحيا في فترة وجيزة، وكذا تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مستشفى أخضر على مستوى الجمهورية عبر تطبيق كل معايير العمارة الخضراء. ويعد مشروع مزارع الفيروز السمكية أحد المشروعات العملاقة التي أقيمت في سيناء في إطار تنمية الثروة السمكية بطاقة إنتاجية كبيرة جدا تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة. جهود التنمية السياحية تمتد أيضا للعديد من المناطق في شبه جزيرة سيناء، مثل مشروع تطوير مدينة طور سيناء ومشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين الذي يتم تنفيذه في موقع
يدرك الجميع عبقريته باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى، ويمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضاً لجهود كبيرة قامت بها الدولة على كل المستويات من أجل تحقيق تنمية شاملة وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض الفيروز. نشكر لكم طيب المتابعة. الإسكان والمجتمعات العمرانية بسيناء حياة تليق بأرض الفيروز. إنشاء مشروعات سكنية عملاقة في المحافظات شملت مدنا وقرى ومراكز، تنفيذ 2600 وحدة سكنية بمحافظة شمال سيناء. أنشأت الدولة مدينة رفح الجديدة بالمحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، تنفيذ المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالعريش، تطوير المناطق غير المخططة من خلال مشروع إحياء مدينة العريش بتكلفة 225.5 مليون جنيه، توفير مختلف الخدمات بمشروعات الإسكان المنفذة، رفع كفاءة 538 منزلا ورفع كفاءة شبكة المياه الخاصة بقرية الروضة، تجهيز المنازل بالكامل بجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. جهود شاملة إذن ومتواصلة للدولة في تنمية سيناء، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، أبرزها البنية التحتية، ويضم أيضا خدمة النقل والطاقة وقطاع الصناعة والاستثمار، أيضا إقامة المشروعات الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان. والمزيد في العرض التالي والزميل لؤي أباظة. أهلا بكم. جهود حثيثة تبذلها الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن من أجل تحقيق تنمية فارقة في سيناء. معركة التنمية على أرض الفيروز حملت الدولة على عاتقها أن تمثل عبورا جديدا يتضمن كل مناحي الحياة، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها على شبه جزيرة سيناء فقط نحو 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة لإحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرقها عبر مجموعة من المحاور تمثل شرايين للتنمية، فضلا عن الربط البري عبر إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، إلى جانب 7 كباري عائمة ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء والتي تتجاوز 3000 كيلومتر. جهود التنمية تضمنت كذلك ربط سيناء مع العالم من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير مطارات وإقامة عدد من المطارات الجديدة منها مطار البرتويل الدولي، بينما سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة. ويهدف تهيئة سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة. شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه. أسهمت تلك المشاريع في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء من 84% عام 2014 إلى 98% حاليا. كما تضم سيناء أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم عبر تنفيذ 12 محطة تحلية سواء جديدة أو شهدت توسعات، وذلك بإجمالي طاقة أكثر من 0.5 مليون متر مكعب في اليوم، فضلا عن تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الصرف الصحي. وفي قطاع الكهرباء استطاعت الدولة إضافة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء بجانب أعمال تطوير كل الشبكات والمحولات الموجودة، أبرزها مشروعات محطات كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد والذي بلغت تكلفته وحده 290 مليون دولار، بحيث أصبح هناك اطمئنان لاستقرار الشبكة والتيار الكهربائي كأحد أهم مقومات تنمية المشروعات على شبه جزيرة سيناء. كما اهتمت الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، حيث أنشأت 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالي سيناء يخدم الطبيعة الثقافية هناك، تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات. ولعل مدينتي رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة تعكسان حجم الإنجاز المتحقق في ذلك القطاع.
ولأن الإنسان هو الهدف والغاية في جهود التنمية التي تقودها الدولة، جاء الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات التنمية في سيناء، حيث تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب. كما حظيت سيناء بعدد كبير من المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة، مثل المدارس المصرية اليابانية وكذلك مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية. وفي الإطار نفسه شهدت التعليم الجامعي طفرة كبيرة، حيث أضافت الدولة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية و5 جامعات أهلية، فيما تعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضا، حيث تخلق نطاقا تنمويا واسعا. وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، أنشأت الدولة وطورت 50 مستشفى ومركزا صحي في فترة وجيزة، وكذا تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مستشفى أخضر على مستوى الجمهورية عبر تطبيق كل معايير العمارة الخضراء. ويعد مشروع مزارع الفيروز السمكية أحد المشروعات العملاقة التي أقيمت على أرض سيناء في إطار تنمية الثروة السمكية بطاقة إنتاجية كبيرة جدا تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة. جهود التنمية السياحية تمتد أيضا للعديد من المناطق في شبه جزيرة سيناء، مثل مشروع تطوير مدينة تور سيناء ومشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والذي يتم تنفيذه في موقع يدرك الجميع عبقريته باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى عليه المولى سبحانه وتعالى، حيث يمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجهود كبيرة قامت بها الدولة على كل المستويات من أجل تحقيق تنمية شاملة وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض الفيروز. نشكر لكم طيب المتابعة. جامعات سيناء تعليم بجودة عالمية. تنفيذ 37 مشروعا جديدا لخدمة قطاع عريض من الطلاب. أكثر من 25 مليار جنيه تكلفة مشروعات التعليم العالي في سيناء. إضافة كليات جديدة بجامعة العريش تواكب متطلبات العصر وتحقق رسالة الدولة. افتتاح برامج متميزة ومراكز بحثية تلبي حاجة المجتمع في سيناء. إنشاء أول جامعة أهلية دولية ولها 3 فروع لتقديم تعليم متميز. نجحت الدولة في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل. تنتج الجامعات نظاماً تعليمياً متميزاً في كلياتها لتخريج كوادر فنية مدربة. وشهدت أرض الفيروز سيناء ومدن القناة نقلة نوعية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، إذا عكفت الدولة مشاهدين على استغلال مقومات تلك البقعة الغالية من خلال خطة غير مسبوقة للتعمير والتنمية. والمزيد في التقرير التالي أيضا. حملت الدولة على عاتقها طوال نحو عقد مضى تحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة غير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات. مشروعات قومية وتنموية عملاقة، إذ شمل الجهود مد جسور التنمية محليا ودوليا لسيناء ومدن القناة، تنفيذ الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها وإنشاء أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، كما تم ويجري تطوير مطارات جديدة وموانئ بحرية وإنشاء وتطوير موانئ برية، وتعد محطة كهرباء الشباب الجديدة ومحطة كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء الطاقة الغازية من بين أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء. كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات ضمن مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وشهدت المجتمعات العمرانية في سيناء ومدن القناة طفرة هائلة، حيث تم تنفيذ أكثر من 131 ألف وحدة إسكان اجتماعي، علاوة على إنشاء تجمعات تنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلا عن العديد من المدن الجديدة. مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب كان لها نصيب من خطط التنمية، لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3% ونسب التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى 77.1%. وحرصت الدولة على إنشاء منظومة تعليمية جديدة ومتكاملة، سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي والذي شملت الجهود فيه إنشاء مئات المدارس، أو على صعيد التعليم الجامعي الذي شمل إنشاء العديد من الجامعات بين حكومية وخاصة وأهلية. جهود تنمية قطاع الصحة بسيناء ومدن القناة تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، بجانب إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات، يأتي على رأسها إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي المعترف بها من منظمة الأسكو العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر. ويعتبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدس ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سان كاترين ضمن أبرز جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة. مناطق ومجمعات صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة، اهتمام بتطوير قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية في هذه المنطقة، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم لأهالي سيناء ومدن القناة على مختلف الأصعدة ودمجهم في عملية التطوير والتنمية. جهود حثيثة بذلتها الدولة لتصبح أرض الفيروز ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة. التعليم في سيناء طفرة كبيرة في البنية التحتية. ارتفاع عدد المدارس بشمال سيناء إلى 625 مدرسة، انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي لتصل إلى 16%، وصل عدد المعاهد الأزهرية إلى 182 معهدا، تطوير ورفع كفاءة 129 مدرسة بتكلفة بلغت 27.5 مليون جنيه، إنشاء 3 مدارس ابتدائي بقرى مركز الحسنة وقرية السادس من أكتوبر لرفع المستوى التعليمي، إنشاء 4 إدارات تعليمية في مناطق مختلفة مثل الحسنة والعريش، إنشاء عدد من الفصول في المدارس القائمة بالفعل لتقديم أفضل الخدمات التعليمية. وفي إطار تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بدعم التنمية في شبه جزيرة سيناء، حققت الدولة المصرية العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية. مزيد حول تلك المشروعات في سياق هذا العرض. We'll be right back.
الإرهاب أيضا كان أحد أهم التحديات يمكن اللي واجهت مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم لعام أو منذ مستهل عام 2014. لطالما أيضا أكد الرئيس السيسي أنه الإرهاب كان أخطر يمكن التحديات اللي بتقود مصر لتحقيق الاستقرار أو حتى التنمية، وأنه الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا من أجل القضاء على الإرهاب. المزيد نتابعه سويا حول هذه الجهود، جهود مصر في ملف مكافحة الإرهاب في سيناء في التقرير التالي. ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال العشر سنوات الماضية. فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز، وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية استمرت على مدار عقد من الزمان لتطهير الأرض من دنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكون خنجرا في خاصرة الدولة المصرية ويثنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في 3 يوليو 2013. وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية، حتى جعلت من أرض الفيروز أرضاً للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة. فعلى مدار السنوات الماضية تبدل الحال وتغيرت الأوضاع في سيناء بعد أن مدت الدولة شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شريانا للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار، إلى جانب إقامة المشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز. وبحسب الأرقام الحكومية تم إنفاق نحو 610 مليارات جنيه على الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط، بدون ربط ما يتم في أقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وذلك منذ عام 2014. ومع دوران عجلة التنمية في سيناء عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة على مدار السنوات الماضية،
وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من القيادة السياسية وأهالي سيناء. وليس أبلغ من دليل على هذا سوى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية بنطاق قوة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذ مهامهم. ملحمة كبرى خاضتها الدولة المصرية على مدار سنوات لتعبر بسيناء نحو التنمية والعمران، لتكون واحة للمشاريع التنموية الواعدة وتنعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء.